بس نحكي على الماتيريال الثاني او النوع الثاني من الهيدروكولويدز اللي هي الريفرسيبل هيدروكولويدز وتحديدا الالجينيت. الالجينيت it will be supplied as a powder. هذا الباودر نحطه بالرابر باول ونضيف له ووتر ونسوي له ميكسينج. هو irreversible لانه ما نقدر نستخدمه غير مره واحده، بينما الريفرسيبل لا، اكثر من مره. طبعا الووتر باودر ريشيو راح يأثر لنا كلش هواية على الستينج تايم مال هاي الماتيريال، وأيضا درجة حرارة الواتر تأثر لنا أيضا على الوركينج تايم والستينج تايم مالته. يعني مثلا بالصيف نشوف الستينج مالته يكون أسرع، وخاصة إذا كان الجو حار والمي استخدمناه بالميكسينج مال هذا الباودر حار. لذلك يفضل أنه مثلا حتى نزيد الوركينج تايم مالته نضيف له أثناء الميكسينج مي بارد، وبالتالي راح يقل الستينج تايم. إضافة إلى أنه مثلا إذا ضفنا كمية مي هواية قياسا بالباودر اللي هو قليل، راح يصير الكونسستنسي مالته ثن، وبالتالي راح يصير الستينج مالته يتأخر. بينما إذا كان لا الماسك يعني ثيك أكثر، راح يكون الستينج تايم مالتها أسرع على حسب الكونسستنسي مال الووتر باودر ريشو، وأيضا يعني على حسب درجة حرارة الووتر. نجي على البروبرتيز مال الألجينيت. البروبرتيز مالته أنه surface details مالته اللي ينطيني إياها it's good. طبعا good but not the best. يعني أني it's good لما أخذه أو استخدمه كprimary impression، بس أنا ما استخدمه كفاينال إمبريشن لأنه أنا أحتاج ماتيريال بعد تعطيني ديتيلز أكثر من عنده. برج جولد. إضافة إلى أنه يعني من خواصه هسه ذكرتها أنه الستينج تايم مالته كل ما ارتفعت درجة الحرارة راح يزداد، وهو أيضا تصنيفه من ضمن الإلاستيك ماتيريال يخلي الإلاستيسيتي اللي بتسمح لي مثلا إذا عندي منطقة undercut area undercut، فمن أسوي removal للإمبريشن وهاي الأندركت الإلاستيسيتي اللي بالألجينيت حتسمح لي إنه أسحب الألجينيت ماتيريال أو الألجينيت إمبريشن بدون ما يصير لها مشكلة. لكن إذا كانت الأندركت كلش كبيرة ممكن يصير بيتيري، يعني السترينت مالته مو كلش كبيره يتحمل الاندركات الكبيره، فهو يعني ان بتوين. ايضا الدايمنشنال ستابيليتي مالته مو زياده، يعني انه اذا درجه الحراره بعد ما اخذ امبريشن درجه حراره المكان عاليه ممكن يصير ايفابوريشن بالووتر، ممكن يصير دايمنشنال تشينجز، وبالتالي راح يعطيني نوت اكوريت كاست. وكماتيريال هو ايضا هو مو توكسيك، والستينج تايم مالته مثل ما ذكرت لكم تعتمد على التكنيك اللي حستخدمها، بمعنى الووتر باودر ريشيو او درجه حراره الباودر. الباودر مالته لازم لما اضم يعني الباكج هذا اضمه بمكان تشوفوا لي هو معتمل الكيس الخاص بمثل الالمنيوم او هاي الماتيريال او يعني مال الباكج مالته، حتى ما توصل لا يعني لا ضوء ولا درج يعني ولا رطوبة، ويفضل إنه stored in a dry place حتى ما يتأثر بالرطوبة وبالتالي يفقد خواص الألجينيت. نجي على الأدفانتج مالته. حكينا وذكرنا إنه مو توكسيك وهو يعطينا good surface details، والهاندلينج مالته easy، يعني إنه مجرد أسوي powder وwater وأسوي له mixing وخلص، أحطه بالتري وأدخله inside patient mouth. لا عندي أرفع أحطه بووتر باث ولا جهاز خاص ولا أي شيء، يعني as easy as it is. وإضافة إلى ذلك هو it's cheap، لذلك رح هو يعني كلش استخدامه هواي بالعيادة لأنه cheap والهاندلنج مالته easy والديتيلز اللي ينطيني إياها نوعا ما جيدة. وذكرناها إنه setting time مالته رح نتحكم به من خلال درجة حرارة الووتر، وإن كان بي أنواع اللي يسموها fast set, normal set وdelay set. يعني هو أصلاً يكون الأكسلوريتر اللي بيه حالة مجسر setting time بي أقل، فإذا أنتم مثلاً مبتدئين ممكن ناخذ الـ set, normal set أو الـ delay set. ف
فعلى حسب. اما بالنسبه للديسادفانتج مالته فهي همينه ذكرناها، لكن بدنا نخصص هنا انه الدايمنشنال ستابيليتي مالته قليله، لانه يصير ايفابوريشن للووتر. لذلك اذا اريد ورا ما اخذ امبريشن، بالعاده احنا اذا مثلا الدكتور اخذ امبريشن وعنده بيشنت اخر ما يلحق، هو لازم يسوي بها بورنج خلال 15 دقيقه. اذا انا ما الحق اسوي لها بورنج خلال 15 دقيقه، فعلى الاقل keep it in a wet atmosphere. يعني مثلا نضطر في بعض الاحيان انه نبلل كلينكس او نبلل قطن ونلفها رابط للتري مالتنا حتى تحتفظ بالرطوبة واتموسفير بارد، يعني يقلل او يبطئ من عملية الايفابوريشن للووتر اللي موجودة بهاي الامبريشن ماتيريال. والستينج تايم ايضا يعتمدنا على الاوبريتنج هاندلنج اللي هي ارجع واقول ذكرناها بالنسبة للووتر، باودر ريشو ايضا بالنسبة لدرجة حرارة الووتر. وهسه نبلش بالنوع الثاني من الإلاستيك إمبريشن ماتيريال اللي هي الإلاستومرز. راح ناخذ أول مادة اللي هي بوليسلفايد. البوليسلفايد طبعا هو نسميه رابر بيز، وهو يعني خلينا نقول انتقاله من الهيدروكولويد إلى الإلاستومرز. يعني الخواص مالته حتكون أفضل من ناحية الدايمنشنال ستابيليتي مالته، تكون أفضل من الهيدروكولويدز. لطالما سوينا لبورينج as soon as possible بعد ما أخذنا التري، لأنه أي ديلي بالبورينج مال الإمبريشن راح يسبب لنا دايمنشنال تشينجز. ليش؟ لأنه هو من ضمن ال يعني البوليمرايزيشن رياكشن مالته راح يطلع لنا ووتر، ووتر از باي برودكت. فلما يصير ايفابوريشن بهذا الووتر كباي برودكت، بالتالي راح يصير دايمنشنال تشينجز. لذلك يفضل ايضا انه نستخدم سبيشال تري مع هذا النوع من الامبريشن ماتيريال حتى نقلل من سماكه الماتيريال اللي حنستخدمها، وبالتالي راح نقلل من الديس ادفانتج مالتها من ناحيه الدايمنشنال تشينجز واللي يكون ب اثناء البوليمرايزيشن الووتر كباي برودكت. وبالتالي كل ما قللت البلك مال هاي الماتيريال قللت الشرنكج مالتها. هاي الماتيريال it will be supplied as a two paste system. تجينا على صارتين بيها بيز وبيها اكسلوريتر او كاتاليست، وبيها يعني consistencies مختلفة، ممكن تجي heavy وممكن medium وممكن تكون light body. نجي على الادفانتج مال هاي الماتيريال، هي عندها high tear resistance والelastic properties مالتها ايضا عالية، وبالتالي هي راح يعني من تكون elastic راح اقدر اخذ impression للسلك، للمكانات اللي السلكات اللي بيها undercut، ممكن يكون pinholes لأنه هي elastic، فمن راح أسحبها ما راح يصير بيها مشكلة أو tearing. بالإضافة إلى أنه dimensional stability مقارنة بالhydrocolloids هي أفضل من عندها، لكن هي أقل من الأنواع الأخرى اللي حناخدها اللي هي مثلا polyether والaddition silicone، يعني هي in between. بالإضافة إلى أنه هي تعتبر أرخص نوع من أنواع الإلاستومرز. يعني حكينا الألجينيت أنه رخيص بالنسبة للهيدروكولويد، لكن البوليسلفايد هو يعتبر أرخص نوع من بين الإلاستومرز. نجي على الديس أدفانتج مالته، هو الديس أدفانتج أنه عنده دايمنشنال تشينجز. سببها أثناء البوليمرايزيشن انه يكون عندنا ووتر كباي برودكتس، وبالتالي راح يصير بي ايفابوريشن هذا الووتر ويصير عندي الكونتراكشن. ايضا السيتنج تايم مالته لما اخذ يعني الامبريشن للبيشنت، السيتنج تايم انسايد بيشنت مود ممكن توصل 10 دقائق. 10 دقائق البيشنت حاطين خلينا نقول بحلقه التري وبها الامبريشن تعتبر وقت وزمن جدا طويل له ومزعج بالنسبة إلى،
وبالأخص لما يعني اللي يزيد الموضوع سوءا إنه هاي الماتيريال بيها ريحة سلفايد كبريت، وبالتالي يكون الموضوع جدا مزعج للبيشنت، فهذا تعتبر big disadvantage إلها كماتيريال. بالإضافة إلى ذلك إنه إذا كانت درجة الحرارة المكان أيضا برطوبة أو حرارة أو أي شيء، ممكن إحنا قبل ما يعني ممكن بس حضرنا الماتيريال ضروري ناخذها انسايد، يعني ندخلها انسايد بيشنتس مال هي يكون بلش السيتنج تايم مالتها، فبالتالي راح نشوفها رجت وتاثرت. هاي طبعا في حال مثلا كانت الدنيا حاره راسا نشوفها نشفت وبعد خلص ما تاخذ، او اذا كانت بالعكس الدنيا رطوبه وبارده راح تطول اكثر من 10 دقائق، وبالتالي من الناحيتين هي اتس نوت جود. ايضا الاكسلريتر او الكاتاليست اللي نستخدمه وياها يكون لونه براون براون، وينطيني الكونسستنسي مالته يصير ستيكي، فالهاندلنج مالته نوعا ما يكون شوي صعب. فاذا مثلا نقطه صغيره دروبت على ملابسنا او على ملابس البيشنت، هاي راح ات ويل ستين ات ويكون الستين بيرمننت، لذلك هاي تعتبر one of its big disadvantages، لأنه بالأخص لما مثلاً نخرب ملابس الـ patient معنا. وصلنا هسه إلى الـ condensation silicone impression material. طبعاً هاي الماتيريال تم تصنيعها حتى to overcome the disadvantage of polysulfide، يعني إنه polysulfide كان بيأدر اللي هو كانت ريحة مالته بيها ريحة كبريت هاي الماتيريال عديمة الرائحة، بالإضافة إلى أنه الأكسلريتر مالته كان ممكن يسبب لنا ذكرنا يسبب لنا البرمننت ستين، هذا لا ما بهاي الصفة، وأنه ممكن نسوي له الماتيريال بيجمنتيشن بأي لون إحنا نريده. بالإضافة إلى أنه يعني الأدفانتج لهاي الماتيريال على البوليسلفايد أنه السيتنج تايم مالتها أقل. أقل من البوليسلفايد تقريباً ما يعادل 6 إلى 8 منت، وأقل تأثراً بدرجات الحرارة أو الهيوميديتي اللي تصير بالمحيط أثناء ما نأخذها. لكن الدايمنشنال استابلتي مالته أقل من البوليسلفايد، لكن بنفس الوقت هي أحسن من الأجار أو يعني أو الريفرسبل هيدروكولويدز اللي هو الأجار. طبعاً it will be supplied as putty like، وبالإضافة إلى base و accelerator. الputty راح يجي مثل العجينة، أو خليني أشبه لكم إياه بالطين الاصطناعي، ويجي ويا accelerator مالته. يعني أثناء الميكسينج نأخذ بالسكوب ونسوي ميكسينج، راح تتصلب هاي الماتيريال ونحطها على التري. طبعاً راح نأخذ البروسيجر شلون نأخذ الإمبريشن، وعندنا البيس والكاتاليست تنحط طبقة ثانية فوقها نأخذ بها ممكن at the same time يعني الإمبريشن، أو نكون على مرحلتين راح تكون واضحة بالنسبة لكم أكثر إن شاء الله بالمحاضرة القادمة اللي هي التكنيك of impression، بس حتى تكون عندكم معلومة. يعني يجي على شكل putty وأكسلوريتر، وبالإضافة إلى بيس وأكسلوريتر بنفس الوقت. الديسادفانتج مال هاي الماتيريال، مين ديسادفانتج مال السيليكون الكوندنسيشن سيليكون، انه نقول عليه بور ويتنج كاركترستيك. يعني شنو؟ يعني هاي الماتيريال تكون كلش هيدروفوبيك من الووتر، يعني الفلويد او اللعاب، يعني اي قطره لعاب بالمنطقه اللي هي surrounding the tooth ممكن تأثر على setting time مالتها، ممكن تأثر على الخواص، وبالتالي حتأثر على final impression مالتنا. لذلك لازم لما نريد نستخدم هاي الماتيريال نكون متأكدين جدا انه التوث the prepared tooth plus السلكس مالتنا completely dry قبل ما ناخذ الامبريشن. يعني السلكولار فلويد لازم يكون نسوي له احنا dryness completely قبل ما ناخذ الامبريشن. بالاضافه الى انه هاي الماتيريال عندها دايمنشنال انستابيليتي، شنو سببها؟ هاي الماتيريال لما يصير بها بوليمرايزيشن تنطينا ايثايل الكحول، يصير ايثايل الكحول كباي برودكتس، وبالتالي راح يصير بي ايفابوريشن ويصير عندنا كونتراكشن. طبعا هذا الشيء ايش راح يسبب لي؟ راح يسبب انه لما يعني مثلا يعني حتى to overcome this disadvantage راح نقول انه okay immediately we can
بورت حتى يعني الكونتراكشن يعني نقلله as much as possible. لكن ايش راح يصير بهالحاله؟ راح يصير الترابينج او الاير بابل، يعني الكاست مالتنا راح يصير بي اير بابل كلش هوايه. ليش؟ تخيلوا وياي انه هي اخذنا الامبريشن، والامبريشن دا يصير بها بوليمرايزيشن، يعني دا يكتمل هاي العمليه، فتضل ايفابوريت اللي هي ايثايل الكحول. فايثايل الكحول من يصير بي يعني هو اثناء ما انا جيت وصبيت الكاست يعني بورت باي ستون، فراح يصير ايفابوريشن لهاي الايثايل الكحول، فراح تطلع عندي الاير بابل بالكاست، انه دي مثل الفقاعات تصير تحت، وبالتالي ديس ادفانتج. وبنفس الوقت اذا اتركها فتره زمنيه هوايه راح يصير بيها كونتراكشن، فراح تكون هي هاي الماتيريال من اصعب الماتيريال انه حتى احصل امبريشن او كاست without air bubble.